يلا شباب نحن الان في قرية مضيق وصول الدفع الثاني من اخوتنا المهاجرين خاصة من منطقة برزي بالاضافة الى اهالي القابون على نفس السرى هم باتجاه الشمال السوري العدد تقريبي 1000 شخص 30 حافلة تقلهم الان وصلوا الى قرية مضيق سوف تقوم سيارات او مكان اخرى نقلهم الى مراكز لواء مؤقته طلعنا من الحي الشري ما طلعنا والله من كرمال بشار اسد او شيء نحن عم نقاوم البوريد بكيسه هون نطلب منه ذخيره سلاح ما في وسط عمياته وبعضه دبابات عم تطلع الله يسامح كل قائد كل فصيله هيك باذن الله راجعين نحن برقبتكم يا قاضات برقبتكم طلعنا من حي تشرين برقبتكم مو الجيش طالعنا مو شطارته نحن ثابتين بس عالم هربت وعالم ضلت نحن ضالين وفايتين على الشام بس شو شاطرين قتل بعضنا الدبابات تروح شوفوها بالغوطه بتقتل بعضهم